ينضم إلينا من نابلس الدكتور رائد أبو بدوية أستاذ القانون الدولي. أهلا بك دكتور رائد. يعني هناك مطالبات بالاستقالة والمحاكمة لنتنياهو، هل سنشهد هذا أثناء الحرب أم سيشكل هذا ضغطا لوقف الحرب؟ لا لا، أعتقد أنه موضوع استقالة نتنياهو ستكون أثناء الحرب. يعني حتى يعني كثير من السياسيين المعارضين لنتنياهو وتحديدا يعني حزب الليكود من داخل حزبه، اعتقد انهم ينتظروا انتهاء الحرب حتى يا اما استبداله بقياده لحزب الليكود اخرى وتشكيل حكومه اسرائيليه، او حتى يعني انتهاء حياته السياسيه والذهاب الى انتخابات عامه اسرائيليه. اما فكره عزله أو فكرة انتهائه أو استقالته فهذه مستبعدة تحديدا. لحتى اللحظة نتنياهو يحاول أن يقنع اليمين وحزب الليكود تحديدا بأنه الوحيد القادر على إفشال إقامة دولة فلسطينية. يعني هذه أكثر شعاراته، واللي وضحها قبل أيام أثناء اجتماعه مع بعض أعضاء الليكود في الكنيست، واللي حاول ياخذ دعمهم اكثر حتى لا يقوموا بالانقلاب عليه في داخل حزبه. بس للاسف الشديد انه معظم يعني السياسيين في اسرائيل وحتى اعضاء حزب الليكود المركزيين يستبعدوا فكره انهائه او انتهائه من العمل السياسي اثناء الحرب. ولا يوجد سابقه للاسف في اسرائيل في انه رئيس وزراء يتنحى او يقال اثناء العمليات العسكريه اثناء الحروب. فلا اعتقد ان الموضوع مرتبط في الحرب. اعتقد كل الحديث يدور حول اليوم التالي للاعتداء على قطاع غزه. طيب دكتور رائد، في ضوء هذا الكلام، هل من الممكن ان نقول او نخرج بنتيجه ان استمرار امد الحرب يصب في المصلحه الشخصيه الضيقه لنتنياهو، ومن ثم فهو يحرص على ان تطول مده هذه الحرب؟ صحيح، يعني من جانب مضبوط كلامك، هو يخدم بقائه في الحكم. عل وعسى يتأمل أن يخرج بصورة يعني انتصار وهمي، يحاول أن يرمم صورته السياسية في الشارع الإسرائيلي. ولكن يعني آلية اتخاذ القرار في المنظومة الإسرائيلية هي لا تقتصر فقط على رئيس الوزراء. يعني إذا شفنا من بداية الاعتداء على غزة حتى اليوم، بيحاول رئيس الوزراء انه ياخذ قرارات بناء على توصيات اجهزه الامن والشباك والموساد والجيش. عشان هيك برضه هو ادخل بني جانس على الحكم، واللي هو اصلا معارض له قبل الطوفان الاقصى، ويحاول اثناء المؤتمرات الصحفيه بوجود ان يقوم بهذه المؤتمرات الصحفيه بوجود رئيس الجيش ووزير الجيش ورئيس الاركان من جهه، وبني جانس من جهه اخرى. أنا لا أعتقد أنه نتنياهو هو صاحب القرار الوحيد والأخير في موضوع الاستمرار العدوان من عدمه في المنظومة الإسرائيلية. يعني هذا لعدة أسباب، هيك المنظومة الإسرائيلية تشتغل. وكمان نتنياهو بحاول أن يبعد نفسه عن اتخاذ أي قرار في مخاطرة عالية للإسرائيليين والحكومة، عشان هيك بحاول يأخذ توصيات بالإيجاب من أعضاء مجلس الحرب، وبالإيجاب أيضا من رؤساء الأجهزة الأمنية والجيش. طيب أمريكيا هنا دكتور رائد، هل نتنياهو يحظى بدعم في هذه المرحلة، أم أن الدعم الأمريكي ربما يعني يتوجه بشكل أكثر إلى جانتس؟ لا، الأمريكان ما بفضلوا نتنياهو في الحكم، وتحديدا الإدارة الديمقراطية، وهذا مش من وقت الطوفان، هذا من يعني له سوابق عديدة من أيام حكم باراك أوباما في الحكم، واللي كان نتنياهو تسبب بأزمة مع الحزب الديمقراطي أيام باراك أوباما، وتحديدا أيام اتخاذ باراك أوباما قرار فيما يتعلق في الإيران وعقد اتفاقية مع إيران فيما يتعلق في برنامجها النووي. وزيارة نتنياهو في هذاك الوقت المفاجئة إلى الكونغرس الأمريكي وإلقاء خطاب بعيدا عن التنسيق مع إدارة باراك أوباما. وأنا بعتقد أنه باراك أوباما في هذاك الوقت عاقبه سياسيا وعاقب إسرائيل سياسيا بتمرير قرار من مجلس الأمن متعلق في إدانة الاحتلال والاستيطان وما إلى ذلك. فالأزمة ما بين نتنياهو والحزب الديمقراطي هي أزمة قديمة،
وتنساش انه كان بايدن في ذاك الوقت كان نائب الرئيس باراك اوباما. اعتقد حتى الازمه استمرت في هذه العلاقه ما بين بايدن ونتنياهو حتى في الطوفان. ولكن في منذ الاعتداء على قطاع غزه وطوفان الاقصى، امريكا تحركت في دعم اسرائيل. هي لا تدعم نتنياهو شخصيا، ولكن قدمت الدعم لاسرائيل كدوله، لانه شعرت هناك تهديد وجودي حقيقي جدي على دوله اسرائيل. ولكن من الناحيه السياسيه، انا لا اعتقد انه اداره بايدن تفضل وجود نتنياهو بالحكم. وتاكيدا على كلام حضرتك دكتور رائد، انه خبراء في علاقات الدوليه يقولون ان بايدن لن يقف ضد اطاحه بنتنياهو ويعتبره جزءا من المشكله. بالضبط، هو يعتقد انه هو جزء من حاله الانسداد الافق السياسي الموجود في الشرق الاوسط، وتحديدا في الصراع الفلسطيني الاسرائيلي. واعتقد انه مشكلته زادت اكثر نتنياهو مع بايدن بعد تشكيله الحكومه وادخال اعضاء متطرفين يمين، كان واضح راي الاداره الامريكيه كمان فيهم، وانا بقصد تحديدا بن غفير وسموتريتش، واللي رفض في الاداره الامريكيه حتى اللحظه وحتى اليوم الالتقاء باي منهم او دعوه اي منهم رسميا للولايات المتحده او الالتقاء بوزراء في الولايات المتحده الامريكيه. دكتور رائد، إذا كان ذلك كذلك، فلماذا لم تضغط أمريكا بشكل أكثر قوة على نتنياهو إذا كان هو على غير هواها، لمنعه من استئناف الحرب مرة أخرى؟ لأنه وكما هو معروف أمريكا كانت تعارض مسألة إطالة أمد الحرب على هذا النحو، واحتلال غزة، ويعني إعادة استيطانها مرة أخرى، وتوسيع رقعة الحرب، وهو ما تمارسه إسرائيل الآن على الأرض في المرحلة الثانية من الحرب. يعني خلينا نتذكر شغله صغيره، انه طوفان الاقصى هو ضرب المنظومه في 7 اكتوبر، انضربت المنظومه الامنيه والعسكريه والاستخباراتيه الاسرائيليه، وبالتالي الضربه التي وجهت الى اسرائيل هي وجهت الى اسرائيل ذاتها ولم توجه الى نتنياهو نفسه. فلازم نفرق ما بين الخطر المحدق الذي تعرضت له اسرائيل اثناء 7 اكتوبر وما بين معارضه نتنياهو لمن يدير الحكم في اسرائيل. انا بعتقد الولايات المتحده ما زالت تعتبر ما يسمى بدوله اسرائيل هو حليف استراتيجي لها في المنطقه، وبالتالي تخشى على امنها وتخشى على بقائها، وهذا ما تقوم به الاداره الامريكيه حاليا في 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 فيما يتعلق في مواقفها في الاعتداء على قطاع غزه، وتحديدا فيما يتعلق في ضرب المقاومه، وهذا اللي شفناه امبارح واول امبارح من وزير الدفاع الامريكي. وهذا هناك فرق كبير ما بين دعم اسرائيل كدوله ودعم بقائها والحفاظ على امنها، وهذا بتعتبره الولايات المتحده الامريكيه هو اولويه استراتيجيه لها في المنطقه، وما بين الاحزاب او ما بين الشخوص السياسيه التي تشكل الحكومه. يعني في اسرائيل، يعني انت تقصد هنا ان استئناف الحرب كان ايضا وفق رغبه امريكيه ورضا امريكي؟ بالتاكيد، لولا الموافقه الامريكيه على الاستئناف لما استئنفت الاعتداء بعد الهدنه. الأمريكا هي جزء أساسي من قرار الاعتداء وجزء أساسي من قرار وقف الاعتداء فيما يتعلق في قطاع غزة. يعني نتنياهو يكرر أنه سيستكمل هذه أو هذا العدوان لتحقيق أهدافه الثلاث، وهو القضاء على حماس وتأمين الأمن لإسرائيل. هل سيتمكن من ذلك؟ نتنياهو يعني سيستمر في عدوانه حسب ما ادعى، ولكن هذا الاستمرار من عدمه هو مشروط في مدى قناعة الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الاستمرار، مدى قناعة الولايات المتحدة الأمريكية في مدى تحقيق نتنياهو لهذه الأهداف التي أعلنها. ومن البداية إدارة بايدن أعلنت بشكل واضح أن معارضتها لهذه الأهداف، لأنه اعتبرت هذه الأهداف يعني سقف عالي نوعا ما. هل سيستمر وينفذ ما يقرر نتنياهو؟ أعتقد الموضوع مشروط في الموافقة الأمريكية ومدى قناعة الإدارة الأمريكية في استمرار هذا العدوان. ولا أعتقد أن الظروف السياسية في الشرق الأوسط حاليا مع زيادة التوتر بقصد اللي بيصير، وتحديدا شفنا خلال الـ 24 ساعة الماضية في زيادة التوتر في الشرق الأوسط، سواء باعتراض السفن في باب المندب أو حتى في القصف اللي عملته أمريكا على
الجماعات المقاتلة في العراق. أنا أعتقد أمريكا مرتبط قرارها بشكل أو بآخر بمدى زيادة التوتر في الشرق الأوسط وخروج منطقة الشرق الأوسط عن السيطرة عسكريا، وأعتقد أمريكا لا ترغب بذلك. ومن جانب آخر برضو في زيادة لاحظناها برضو في الحراك الشعبي الأمريكي، مطالبة بايدن في أمر نتنياهو بالتوقف عن الاعتداء. أنا بعتقد طالما الإدارة الأمريكية لم تصل إلى مرحلة اقتنعت فيها بوقف هذا العدوان، سيستطيع نتنياهو استمرار في عدوانه. نعم، نشكرك شكرا جزيلا. كنت معنا من نابلس دكتور رائد أبو بدوية أستاذ القانون الدولي.